عصمت اتفرقت. زكريا مطلوب ومطارد. قصر العطارين اتاخد منكن وفيكن. أسعار أسهم المجموعة مجموعتكن عم تنزل كل يوم أسعارها بالبورصة. أفهمي من كلامك ده يا سراج؟ كلامك بيقول إنك مش ناوي تقف معانا، رغم إنه ما ينفعش غير إنك تقف معانا. التاريخ بيقول كده، تاريخنا بيقول إن العطارين هما دايماً الحصان الكسبان. تاريخ بيظهر إنك نسيت نحنا بأيام ما حدا عم يقرأ تاريخ، والناس اللي برا كلهم عارفين بوضعكن، وأكيد مش مني كتار اللي عارفين. وأنا ما عنديش حاجة تستخبى عشان أخاف إنهم يعرفوها، وزي ما أنت قلت ده شغل شغل. يعني كل اللي ليهم عند العطارين إن الدنيا تمشي زي ما كانت ماشية أيام زين الله يرحمه. الله يرحمه. ودي أنا أضمنها لك وأضمنها لهم. أضمنها لك وأضمنها لهم. رتب لنا بقى لقاء قريب معاهم عشان نقعد ونقول كلمتين. شوف يا مسيو سليم، أنا إكراما للماضي، للماضي فقط، بوعدك إني رح حاول أعمل. يا ريت. يا أبويا. يا شعبان. عم حمزة جه هو الواد وياه. أهلا. أقعد يا حمزة. تفضل. قوم في السياحة، حتى قال لك اقعد. خير يا بحر. خير انت يا حمزة. ايه اللي عجرة في دارك وما تعرفش عنه حاجة؟ ها؟ الواد ده جالنا منين؟ طقصت عليه وعرفت اصله فصله زي ما قلت لك؟ انت منين يا؟ اوعاك تقول لي من ارض الله. انا واعي الارض الله شبر شبر. انا حسن. حسن زين العطار. حسن زين العطار؟ ولد العطار كبير العطارين؟ ايوه هو. يا ايه اللي حصل؟ عمك صبري تعيش انت ازاي؟ ازاي؟ عبدالله، عبدالله اللي عملك ده. سامحني يا عم صبري، سامحني اني ما لحقتكش، سامحني اني ما كنتش موجود، سامحني اني ما جبتلكش عبد الله تحت رجلك، سامحني انك اتقتلت على ايدين ابنك، هجيب لك حقك، هجيب لك حقك، هجيب لك حقك بالعبد الله يا عم صبري، هجيب لك حقك بالعبد الله. هي دي الحكاية تقريبا، ومن يوميها وانا مطرود من الدار مش عارف ارجع، ومعرفش اي مكان تاني اروحه غير دكان عم حمزة كتر خيره. بقى الواد سميح كبر وعاد يعمل الحاجات دي كليتها. الله يرحمك يا زين، انت والشيخ سلامة. انت كنت تعرف ابويا كويس عم بحر؟ اعرفه، ده عشرة عمر يا ولدي، كان بينا شغل كتير، اش غنى واش شعر، اللي بينا كان يملى كتب، بس كل واحد فينا راح لحاله، الدنيا فرجتنا. الأصيل لما يجابلك تلاقي طلبك سريع قبلك، اسأل اللي ابتلاه قبلك وقبل ما تبني. أسس يا خال، أسس يا خال. بقولك إيه، أنا هساعدك،
عشان تاخد الدار وترجع حقك، وده عشان زين العطار ها؟ وسميح يعرف مقامه بس بشرط. عاش يا رجالة عاش. تسلم يدكم. تؤمر بأي حاجة تانية يا كبير؟ همه رجالة همه. عارفه من زمان وربيته، ما كانش هيخرج عن طوعي ابدا. كنت فاكر انني هعرف ربيك واعدلك في المهيله اللي انت ملتها. ياه انا فعلا ما ربيتش راجل. خساره، الف خساره. زكريا فين؟ خالي صبري الله يرحمه. الله يرحمه. خش اوضت وانا هبعت لزكريا واعرفه انك وصلت. وبعدين يا عم عبد القادر؟ كل لما يظهر شق يخش لنا منه النور يجي تراب المدافن يغطيه. استغفر الله العظيم يا ابني. لكل اجل كتاب، وده اجل عمك صبري الله يرحمه. الله يرحمه. بس عبد الله هو اللي استعجل القدر ده. عارف طول عمري يا زكريا يا ابني بعيد عن الطار. دمك ما قدرش اقول لك بعد. عبد الله فجر ما سابش طوبه ببيت العطار الا لما كسرها. وان الاوان انه هو اللي يكسر. انا بقى ليه عند عبد الله طار ورا طار ورا طار. ما تخليش يا زكريا يا ابني الطار ينسيك اللي انت بتحارب عشانه. لو كان عمك صبري موجود كان قالهولك مش هنساه.